يعطيكم العافية. السلام عليكم. مرحبا. بس خير اخي تيش، شو صاير معك؟ والله ما صار شيء، انت شو عم تسوي؟ انا؟ ايه والله كنت انا والهدايا اخذت هديه لامي على عيد الام. نيالك انت عندك ام؟ ليش خير ان شاء الله؟ امي بعيده عني. حسبي الله ونعم الوكيل. عادي اخوي عادي، بس انت مغترب يعني؟ كل الناس مثل حكيتك، اغلب الشباب اللي هون مغتربين مثلك. اشتري لي هديه لامك، ايش ما بدك، ايش هو بدي حبيبك؟ تبعت لها اياها بحوالي، ما بدها شيء. يا ريت اقدر احول لها حوالي، يا ريت. ليش ما تقدر شيء؟ وين هي يعني؟ بافريقيا؟ وين ما كان، حتى لو كانت بافريقيا بتقدر تحول لها، سهله يعني، ما بدك كل هذا. يا ريت اقدر اشوفها بس. لك يا زلمه هلا معك حق انه ما فيك تشوفها، ممكن متغرب. بس انه خلص انت حاطط ببالك تبعت لها هديه، ما بدك كل هذا، بعدين انت شب. يعني مالك صغيرة حتى تبرك تبكي على عمك، والله عم تبكي عليها اشتقت لها، شو هاد؟ ايه والله اشتقت لها كثير كثير، صار لي زمان ما شايف. ايه طب احكي معها، ما عم تحكي معها؟ يا ريت يا ريت. بسم الله ونعم الوكيل. اخي انت مالك صغير، مالك صغير تعمل هيك بحالك، بعدين يعني اذا حالك تعبان وضعك تعبان ما فيك تشتري هديه، خيي انا بدينك بعطيك مصاري، خذ جيب لعمك. لا معي يا اخوي، انا ادفع معي. معك مصاري. بس الشغله اكبر من هيك. طب شو صاير فهمني؟ يعني شو يعني شو هو السبب اللي عم خليك تبكي كل هاد؟ لأنه أمي ميتة. شو؟ أمي ميتة. أمك ميتة؟ إيه. حسبي الله ونعم الوكيل، أنا آسف أخي. آسف إذا فتحت لك جروحاتك. أحمد ربك وأشكرك إنه عندك أم كل يوم الصبح تفيق. إنه تبوس إيده وتاخذ رضاها، أقل شيء بالتليفون. أقل شيء بالتليفون. حسبي الله ونعم. مو مهلك. انا هيك عم بموت كل يوم الف موتة، لانه ما عم بشوفها ولا عم بسمع صوتها. عم تجيني بالمنام، كل يوم تجيني بالمنام. فتحت لي جروحات يا رجل، انا والله العظيم ما كان قصدي. حسبي الله ونعم الوكيل. مو بقول لك الجنة تحت اقدام الامهات. مزبوط روق انت امك بترعاك، بتطلع عليك، بتدير بالها عليك. حسبي الله. اذا رجعت بتحس فيك، إذا تعبت بتحس فيه. أخي إذا أنت محتاج شيء قل لي خيو، أنا أخوك الثاني. أنا أخوي ما محتاج. بس رو أنا بعتذر والله ما كان قصدي. شو هذا الكيس اللي بإيدك؟ أخذت أي هدية لأمي. رو خلص رو أخي رو. بعد كورونا. ها؟ كورونا؟ آسف بس إنه أنا حاولت أواسيك بس. هلا شو صار الهدية اللي اخذت لها لامك؟ انا اسف انه هي الهدية هي السبب، يعني عم تفتح لك جروحاتك. هيك وخذني. لا شو صار عندك؟ شو صار؟ شو رح اطل؟ ما زاد قيمة اخي، هلا خلينا في موضوعك خلص. لا جد شو رح اطل؟ ما زاد قيمة يعني، والله ما يعني بتقدر حالك عم تقول يعني شو ما تحط ما بتطالع ربع اظافر امك والله، يعني ما مو مستاهلة اصلا. شادي يعني 120 10 3 ليرات 100 دولار بس. شو؟ 100 دولار بعرف ما زيد 100 دولار؟ الله لا يوفى، حدا بيشتري هدية لأمه ب 100 دولار؟ أخي قول الحمد لله، أنا هدية عمري، أنا هدية لحالي هدية. إذا بدك تاخذ لها 100 دولار هدية، مو عيب عليك عم تحط 100 دولار هدية لأمك؟ الا لانك انه انا احلى هديه مثل ما بساوي كنت انا. الله يوفقك. لك مو شو كنت عم تبكي على امك؟ الحمد لله واحد ارتاح كل شهر وكل سنه بدها تاخذ لها هديه و50 دولار و100 دولار و200 دولار، خلص الله بتروح الله يوفقك ويرحمك ويجعل مسواك الجنه وخلص شغل المقطع. الله لا يوفقك، اعطيه على امك بموت. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يرحمك. قلت لي كورونا لك، قلت لي كورونا وامك.